سأل سائل: كيف لجماعة الإخوان أن تقابل بكل هذا الهجوم وتستمر لأكثر من 90 سنة ويزيد؟ تملأ الدنيا صخباً وضجيجة وتتلون يوماً بعد يوم. أليس في الأمر ما يؤكد قوتهم وعافيتهم وقدرتهم على التجدد والحياة؟ وجد إجابته في كتب التاريخ وحكايات الرواة. ألم يأتك نبأ الذين عرفوا بجماعة الحشاشين وعثوا في الأرض مفسدين؟ لا يعرفون شيئاً إلا طاعة الأمير ولو كانت في معصية الله. وقد استمرت رحلة فسادهم في الأرض لأكثر من 150 سنة. سأل سائل آخر: لكن جماعة الإخوان ظنت بها الظنون في 50 القرن الماضي واعتبرها الكثيرون انتهت بلا رجعة، فكيف عادت من جديد؟ لكنه وجد الإجابة هذه المرة في الكتاب الذي نسي كثيرا أو أريد له أن ينسى بين الناس، وهو كتاب هؤلاء هم الإخوان. حين أكد نخبة من كبار مثقفي مصر ومفكريها أن هذا الوباء لا ينشط إلا في الخفاء ولا يتحرك إلا من وراء ستار، فاكتشف أنهم حين خرجوا من كهوفهم وجحورهم انفضح أمرهم وانكشف ما كان ينطلي على البعض حينا فحينا. إنهم الإخوان الذين تفصح قواميسهم عن لغة لا نعرفها ولا نألفها ولا تشبهنا، لفظهم المصريون في عام 2013، فتفرقوا شيعاً في بعض الدول التي اعتبرت احتضانهم جزءاً من لعبة سياسية، فلما انتهت اللعبة لفظتهم دول أخرى لتضيق عليهم الأرض بما رحبت، ويبدأوا بأنفسهم في كشف نواياهم وأفعالهم الخبيثة. نسي أفراد الجماعة قول إمامهم ومؤسس جماعتهم حين قال: فليدعو الواحد منكم رأيه وليطع مرشده مخطئاً أو مصيبة، فإن خطأ المرشد أنفع من صوابك. لكن الجماعة التي لم تجد لنفسها مكاناً على هذه الأرض انكشفت وانفضح أمرها، وأصبح الصراع بين أفرادها علناً وعلى الهواء بعد أن كان مختبئاً لسنوات تحت سطوة الأموال التي تدفع وصوت المرشد الذي سلبهم العقل والبصيرة.